الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. النهارده حابب أتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا. النادي الأهلي خلاص فتح باب الترشيح للانتخابات، ولكن يا ريت السادة اللي في وسائل الإعلام، السادة اللي على السوشيال ميديا اللي بيقولوا إن هم بيحبوا النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده بطولة الدوري العام وعنده ماتش مهم جدا، وكل ماتش في الدوري العام بالنسبة للأهلي بيبقى مهم، سواء هيلاعب الرجاء، سواء هيلاعب الانتاج، سواء هيلاعب الزمالك، سواء هيلاعب الاسماعيلي. اي ماتش للنادي الاهلي في الدوري هو ماتش بثلاث نقاط لازم ياخدهم عشان يكسب بطوله الدوري. ايضا النادي الاهلي عنده مواجهه مهمه جدا يوم 22 امام النجم الساحلي في اياب نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. فانا بطالب الناس اللي بتقول على نفسها بتحب النادي الاهلي تبعد قصه الانتخابات تماما عن نادي الاهلي ودخوله في البطولات. يا ريت تناول الانتخابات في الفتره اللي جايه في وسائل الاعلام يكون بعيد عن التجريح في الاهلي نفسه، يكون بعيد عن المساس بفريق الكوره، مش عشان مدير فني تعامل مع لاعب باي شيء من باي طريقه يبقى ده عشان خاطر انتخابات، مش عشان في قرار حصل مع اي حد في الملعب تغيير اي شيء ابعده فرقه النادي الاهلي عن الانتخابات. لان انت لو انت بتحب النادي الاهلي يبقى عايز النادي الاهلي يكسب. هو ده اللي بيحب النادي الاهلي، مش فارق معاه بقى مين، هو فارق معاه شعار النادي الاهلي. اللي بيحب النادي الاهلي بجد بيعمل بيركز على هذا الامر، لان النادي الاهلي الفتره اللي جايه في منتهى الحرجه، اكبرها اياب دوري ابطال افريقيا. انا بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد بيحب النادي الاهلي حتى ماتش بثلاث نقط في الدوري ده مهم جدا. فيا ريت نبعد، لان في ابتدى تترمي كلام، تشوف كلام، تسمع كلام هو مش موجود خالص. للاسف موضوع كل الكلام والزوبعه بتاعه كلام الانتخابات ده موجود بس في الاعلام. الحقيقه والواقع حاجه ثانيه خالص. فيا ريت نبعد الكلام دوت ونبص ونركز وندعم النادي اللي احنا بنحبه، النادي اللي احنا عايزينه يكسب باذن الله، النادي اللي عايزينه يصعد لنهائي دوري ابطال افريقيا وياخد البطوله باذن الله، لان هو ده الاهم. هو ده الاهم. انا عندي اهم ان انت تقرا عن استعدادات النادي الاهلي وكابتن حسام البدري هيفكر يلعب بأي طريقه وهيغير في ايه وهيلعب ازاي وهيواجه الحته دي ازاي، احسن ما تقرا ان مش عارف مين بيتكلم في مين، اصل ده عشان خاطر الانتخابات. هو ده ملخص الكلام اللي انا عايز اقوله لحضراتكم. نبتدي بقى في اخبارنا النهارده. النادي الاهلي بيبدا في تلقي اوراق المرشحين لانتخابات مجلس اداره جديد. بدأ مسؤول النادي الأهلي صباح الأمس الأحد تلقي طلبات ترشح لانتخابات النادي المقرر إجراءها يوم 30 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2017-2021 وفقا لقانون الرياضة الجديد، ويستمر المرشحون في تقديم الأوراق حتى يوم 21 أكتوبر الجاري كآخر موعد لتلقي الطلبات بما حدد مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر هذا الموعد لقبول أوراق الترشح. ويتسلم موظفو الاهلي طلبات الترشح في حضور مندوب الجهه الاداريه كما تنص اللائحه وتقضي اللائحه الاسترشاديه اللي هتقام عليها انتخابات الاهلي بتشكيل مجلس اداره مكون من رئيس ونائب وامين صندوق بجانب ست اعضاء فوق السن وثلاث اعضاء تحت السن، يعني هم تسعه، سته فوق السن وثلاثه تحت السن. وده صراحه برضو ان مجلس اداره النادي الاهلي في هذا التوقيت عشان يمشي الامور بالرغم ان هو له كل الحق في ان جمعيته العموميه واجتماعه الخاص كان سليم 100% وان له لائحته الخاصه، انه يمشي الامور عشان الصدمات، وعشان صدمات كتير جدا بعدين هتبتدي تعرفوا توابعها لان توابعها ابتدى. نخش ليه اول المتقدمين الاستاذ محمد ثابت عثمان اول مرشح لانتخابات النادي الاهلي. تقدم السيد محمد ثابت عثمان فضلا لاوراق ترشحه في انتخابات النادي الاهلي على مقعد الرئيس، وقام السيد محمد ثابت بتسجيل اسمه كاول المتقدمين باوراق ترشحه من نفسه على مقعد رئيس النادي. ده اول حد تقدم بكل شوف احنا عاملين نسمع كلام مين ابرز المرشحين ومين 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 اللي تقدم باوراقه رسميا. هذا السيد طبعا له كل الاحترام والتقدير، استاذ محمد ثابت عثمان اول مرشح لانتخابات النادي الاهلي. هو شايف ان هو عايز يخدم النادي فتقدم باوراق ترشحه كاول من المتقدمين رسميا لانتخابات النادي الاهلي، ودي صورته امام حضراتكم. ده اللي حصل النهارده في موضوع تلقي اوراق المرشحين. وهرجع مره ثانيه واقول يا ريت
وسائل الإعلام تتناول الانتخابات بعيدا عن فريق الكرة اللي عنده ماتشات مهمة جدا وعنده مهمة كبيرة جدا أمام النجم الساحلي بيمثل مصر كلها فيها. أكمل أخباري مع حضراتكم، ولكن هذه المرة مع التسويق. النادي الأهلي صراحة في الفترة اللي فاتت بيدي مثال ونموذج في أنك إزاي تقدر تسوق المنتج بتاعك وهو النادي الأهلي لأفضل طريق. النادي الأهلي بيعلن راعي ينضم إلى قائمة الرعاة، ما شاء الله النادي الأهلي عنده قائمة كبيرة جدا من الرعاة، دخل فيها شركة جي إل سي وهي شركة ألمانية لبنانية للدهانات، وأقيم مؤتمر صحفي الأمس في النادي الأهلي، وحضر المؤتمر الصحفي طبعا سيادة اللواء شين شمس مدير التنفيذي، والأستاذ نادر خليل مدير التسويق، ولاعبو فريق الكرة حسين السيد هشام محمد ميدو جابر، إضافة إلى محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة، والسيد مصطفى عبد الرحمن مدير التسويق أيضا للشركة، وده في إطار الخطة التسويقية اللي ماشي بيها صراحة أو استطاع فيها مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يحقق العديد من الإنجازات في إدارة التسويق، وبيوفر ده بيعود بالفائض المادي اللي بيخلي النادي عنده أريحية في أي قطاع بيتعامل فيه، سواء في الرياضات الأخرى، سواء في قطاع الكرة، سواء في خدمة الأعضاء. كل ده لو أنت معاك مصدر مالي قوي تقدر تعمل كل حاجة أنت بتنفذها، لأن الاستثمار هو لغة العصر في كرة القدم. وخلاص كرة القدم أنت بتيجي تتكلم في أي حاجة، بتتكلم في حقوق، بتتكلم يعني القصة اللي ماشية على بي إن سبورتس، القصة اللي ماشية على دوري أبطال أوروبا، القصة اللي ماشية في كأس العالم، أنت بتتكلم في حقوق وفلوس وداخل وخارج ومعاك إيه تسوى ايه. نفس الشيء لو اتكلمنا حد كده لحضراتكم، شوفوا الانديه الكبيره اللي زي مانشستر يونايتد عنده كام راعي، فريق برشلونه، فريق ريال مدريد عنده كام راعي، واليوفي في ايطاليا عنده كام راعي، وما شاء الله النادي الاهلي في مصر بسم الله ما شاء الله برضه في حته الرعايه دخل في حته ثانيه خالص. طبعا كل الاحترام والتقدير لاداره التسويق بالنادي الاهلي ان هم استطاعوا انه يروحوا بالنادي الاهلي في هذه المكانه، وراعي جديد بينضم لاسره النادي الاهلي. نروح لقطار الدوري العام، والنادي الاهلي بيختتم استعداداته للرجاء. اقيم امس اخر تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمواجهه الرجاء ان شاء الله غدا، وهتستمتعوا فيها معانا على قناه النادي الاهلي. هنبتدي استوديو تحليلي في تمام الرابعه وهيستمر حتى اخر اليوم، هنعرض لحضراتكم كل حاجه حضراتكم بتحبوها، سواء كواليس، سواء تشكيل، سواء تحليل لمجريات الامور، كل حاجه انت بتحبها عن ناديك النادي الاهلي هتكون معانا في استاد الاهلي غدا. كابتن حسام البدري النهارده عمل محاضره قبل التمرين قعدت لمده 30 دقيقه مع اللعيبه لمشاهده ماتش الرجاء وتحفيز. كابتن حسام بيحب ان هو يحفظ لعيبته سيناريو الماتش، ويحب يراجع معاهم كل النقط اللي هيشوفوها او هيواجهوها خلال المباراه. طبعا الرجاء كان بيلعب الداخليه وهزم امام الداخليه بهدفين مقابل لا شيء، وكانت اول لقاء بالنسبه للكابتن عماد النحاس في هذا الدوري مع القياده الفنيه لفريق الرجاء. مع بدايه التمرين كابتن حسام البدري ابتدى يتكلم على بعض الجمل، ابتدى يركز على ملامح التشكيل، طريقه اللعب، نقاط القوه والضعف داخل فريق الرجاء. وده على فكره كابتن حسام البدري من اول تمرينه بعد لقاء الاتحاد بيبتدي فيه، ولكن ميزه المدربين الكبار انه بيفضل يركز على هذه الامور حتى موعد الماتش، بحيث ان اللعيب ما بيتفاجئش بحاجه جوه الماتش. ما يتفاجئش بحاجه جوه الماتش، ادي تدريبات النهارده واللعيبه قبل بدايه التمرين، وادي الحوارات اللي ما بين طبعا سعد السمير والجهاز الفني، شريف اكرامي والكابتن احمد سليمان في حراسه المرمى. هتلاقي بدايه الامور قبل الدخول في هنتكلم بقى في ايه، في ضم بقى التمرين و
الاستعدادات وهنعمل ايه وشغلنا النهارده ماشي ازاي. كل الكلام دوت حضراتكم برضو بتستمتعوا بيه مع على قناتكم قناه النادي الاهلي، اللي بندي لحضراتكم كل لمسه كل همسه كل لحظه بيعيشها فريق الكره في النادي الاهلي وايضا بقيه الرياضات الاخرى عشان تكون موجود لحظه بلحظه مع فريقك المفضل. النادي الاهلي كابتن حسام بدري هيلاعب فرقه الرجاء. الرجاء الفرق الصغيره دي لما تيجي تلعب النادي الاهلي ما بيبقاش عليها اي نوع من انواع الضغوط، بيبقى الضغوط على الفريق الكبير. ليه؟ فريق الرجاء هو اخر الدوري، ما حققش اي فوز، ما عندوش اي حاجه يخسرها، دي نقطه. النقطه الثانيه هو بيلعب النادي الاهلي، اي لعيب كوره هو عنده بعض اللعيبه اللي ليهم اسماء ابرزهم يعني في الناحيه الهجوميه العجيزي واحمد صبري. العجيزي طبعا كان لاعب سابق في النادي الاهلي وكان له جون في برشلونه في احد اللقاءات الوديه اللي كانت في انجلترا وكان تحت قياده الكابتن حسام البدري هذا اللقاء. وايضا احمد صبري راجل لاعب في الجيش ولاعب في حرس الحدود وعدى على بعض من الفرق فعنده خبره كويسه جدا في الدوري الممتاز. ولكن دخول فريق الرجاء لماتش الاهلي هو ما عندوش حاجه يخسرها، بل بالعكس لو ادى بشكل كويس هيفضل طول الموسم الناس فاكره له ماتشه امام النادي الاهلي. النادي الاهلي بالتحديد امام الفرق اللي زي ديت بتبقى الامور بالنسبه للفرقه ان هو بيلعب اخر ماتش كاس العالم. فاينل كاس عالم بالنسبه له، النادي الاهلي هو مجرد 3 نقاط وفرقه بيديها الاحترام والتقدير، ولكن ازاي بقى هبتدي افك التكتلات الدفاعيه؟ الكابتن حسام البدري عنده اسلوب وطريقه لعب محدده ما بيغيرهاش بشكل كبير جدا. انطلاق الاجناب، عوده بقى هنتكلم مع القايمه ان احنا عندنا 22 لعيب في القايمه، ابرزهم طبعا شريف ومحمد الشناوي واحمد عادل علي معلول رامي ربيعه سعد سمير محمد هاني احمد فتحي حسام عاشور مؤمن زكريا اجاييه ازارو احمد حمودي واحمد الشيخ محمد نجيب كريم ندرد واحمد ياسر ريان وعمرو السوليه ميدو جابر حسين السيد اكرم توفيق وصالح جمعه. التوليفه اللي كابتن حسام البدري منقيها طبعا استبعاد متعب ولاسباب فنيه، ايضا عدم وجود وليد سليمان وعبد الله السعيد طبعا التاهيل، وموجود ايضا صابر الرحيل وباسم علي واسلام محارب وعمر بركات وايمن اشرف وباكا، دول ابرز الغايبين عن قائمه النادي الاهلي. اذا ال 22 لعيب اللي ضمهم كابتن حسام البدري هيواجهوا بطريقه لعب كابتن حسام البدري ان انا تقدم الاجناب اللعب والاختراق من العمق. عندي صالح جمعه هيبتدي يكون ياخد دور عبد الله السعيد اللاعب رقم 10، مش بس صانع لعب ولكن كمان هداف. نفس الشيء اللي هيكون لو كان ازارو وتحته اجاييه ومؤمن زكريا هيبقى برده المسانده الهجوميه للنادي الاهلي القادمون من الخلف من اكثر اللعيبه اللي بتحرز اهداف. كابتن عماد النحاس ما قدموش الا سيناريو واحد، المرتدات وسلاح المرتدات، لان الناحيه البدنيه عند فريق الرجاء مش هتبقى على المستوى المطلوب عشان يعمل ضغط عالي طوال المباراه. نفس الشيء انه لو فتح خطوطه واستقبل شباكه هدف بدري هتبقى الامور صعبه عليه وممكن تفتح الامور تماما. اذا كابتن عماد النحاس هيحاول يطول عمر المباراه انه يفضل اكتر وقت ممكن متعادل او يخطف اي حاجه. اذا كباقي الفرق امام النادي الاهلي الاستراتيجيه الدفاعيه الموحده والاهلي عليه فك الشفرات الدفاعيه لفريق الرجاء. هنشوف الكابتن حسام البدري هيركز عليها ازاي. كل التوفيق للنادي الاهلي، هتستمتعوا مره ثانيه بكل الكلام الفني باكثر استفاضه ان شاء الله غدا في استاد الاهلي على قناتكم قناه النادي الاهلي. نروح لخبر اخر، طبعا انتوا تعودتوا ان النادي الاهلي بيعمل ماتشات وديه مع اكبر الانديه العالميه، كان في وديه من المفترض انها هتتعمل امام نادي اتلتيكو مدريد احد اكبر الانديه في اسبانيا، ثالث اكبر الانديه الاسبانيه بعد ريال مدريد وبرشلونه، ولكن الاستاذ نادر خليل مدير تسويق النادي الاهلي قال ان عدم اقامه هذا اللقاء هو عشان الاجنده الدوليه اللي موجوده لمنتخب مصر وايضا الموجود داخل يعني خلينا نقول الزحام اللي موجود داخل جدول مباريات الدوري الممتاز تاهل فريق لكاس العالم. وان شاء الله النادي الاهلي
في ان شاء الله ما يكسب النجم الساحلي ويتاهل لدوري ابطال افريقيا باذن الله. النادي الاهلي قادر على انه يفعلها، هيبقى الجدول مضغوط جدا. زائد ان الناحيه الثانيه في اتلتيكو مدريد هناك الجدول على الساعه، فاي ميعاد غير الميعاد اللي هم اقترحوه في البدايه اللي هيبقى في فتره التوقف الشتويه اللي هو كريسمس بريك هناك في اسبانيا، بياخدوا حوالي اسبوعين كريسمس بريك، ودي من الحاجه اللي معليه انديه اسبانيا سواء في الشامبيونز ليج او في كمنتخب اسباني، فغير الفتره دي هيبقى صعب. ف السيد نادر خليل قال ان هيبقى في صعوبه عشان كل ازدحام المباريات بالنسبه لجدول المنتخب الوطني بعد تاهل كاس العالم، وايضا ازدحام الدوري العام. ان شاء الله في حاله تخطي النادي الاهلي النجم الساحلي هيبقى الامور صعبه جدا، فعشان كده فضلت اداره النادي الاهلي الغاء الوديه امام اتلتيكو مدريد. هروح لخبر مهم جدا، والنادي الاهلي بيطرح تذاكر مباراه الاهلي والنجم الساحلي. السياده اللواء شين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان تذاكر مباراه النجم الساحلي هيتم طرحها اليوم الاثنين، وان بالفعل تم حجز 20,000 تذكره لحاملي بطاقات المباريات، والباقي هيتم طرحه على الموقع الرسمي، مضيفا ان بالنسبه لاعضاء النادي هناك دعوات وتذاكر مخصصه لهم هيتم طرحها داخل النادي في الساعات المقبله. صراحه اداره المباريات في النادي الاهلي من الطفرات اللي حصلت في الرياضه المصريه ككل في الفتره اللي فاتت، فانك انت دلوقتي بتقدر انك تجيب تذكرتك بشكل مبسط بشكل سهل، ما تتعبش قوي عشان توصل للتذكره، ما تمشيش كيلومترات كبيره، انت بتحجزها عن طريق الانترنت. واحنا عشان بقى نخش في كل التفاصيل معانا الاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات في النادي الاهلي. مساء الخير استاذ وليد. اخر محمد بمس عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ومنور دايما. ربنا يخليك استاذ وليد. دلوقتي النادي الاهلي خلاص سياده اللواء شين شمس مباراه النجم الساحلي هيكون فيها جمهور، وهيتم طرح التذاكر، وانه قال بالفعل ان في تم 20,000 تذكره. حضرتك توضح لنا بقى بشكل اوفر على كل امور، ازاي انا كجمهور ان انا احجز تذكرتي، واداره المباريات وتفاعلها في هذا الامر. استاذ حميد، هو اولا كلام لو 20 شمس احنا كلنا جزء لا يتجزا من بعض، هو المدير التنفيذي وشخصيات جدا متعاونه والمحترمه جدا، اللي من خلالك يعني بشكرها على الدعم والمسانده دايما، سواء هو او مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر. واللي حاب بس اقوله لحضرتك ان احنا الموافقه الامنيه هي ب 50,000 متفرج. نعم. حضرتك تم تخصيص 40,000 متفرج لجمهور النادي الاهلي كله. نعم. تمام؟ من ال 40,000 20,000 حضرتك يحمل بطاقه جمهور النادي الاهلي. نعم. فبالتالي حصل على تذكره مخفضه قيمه التذكره 25 جنيه. نعم. وده تم تخصيص الثانيه مميزه اللي هي في وسط الملعب بتذكره لونها اسود. ايوه. تمام؟ وحضرتك دول هيبدا يستلمهم ان شاء الله يوم الثلاث والاربع اللي جايين. نعم. هيبقى عندنا حضرتك 20,000 تذكره تم طرحهم لغير حاملي بطاقه جمهور النادي الاهلي. نعم. ببساطه جدا دي التذكره اللي هي الالكترونيه، التذكره الاونلاين. نعم. حضرتك بتخش دلوقتي من خلال الموقع الرسمي، بتحط اسمك ورقم تليفونك ورقم بطاقتك والايميل بتاعك عشان هيجي لك رساله عليه، بتجي لك رساله عليه بتنزل تدفع في اقرب فور تحت بيتك حوالي 61,000 نقطه في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، وبتختار من 130 فرع في خانه اختياراتي او حجوزاتي لما بتيجي تختار التذكره، وده هيتم تسليمهم يوم الخميس والجمعه اللي جايين ان شاء الله. ودي تذكره لونها اخضر موحده شمال ب 55 جنيه. ليه بقول الاسعار يا كابتن محمد؟ نعم. حضرتك من خلالك بقول لجمهور النادي الاهلي اللي بالملايين ويسمعنا، وعلى فكره هو ناقص بس في الموضوع ده كله في الدرجه الموحده شمال حوالي 2000 تذكره، لان حركه البيع قدامي واضحه على الكمبيوتر، وده سيستم واضح كم تذكره بتتباع وكم تذكره ناقصه وكم تذكره انتهت، كل ده قدامنا. بقول لجمهور النادي الاهلي لو انطلب من حضرتك انك تدفع على ال 25 جنيه جنيه واحد زياده ما تدفعش، وحط لنا على الفيسبوك او على الانستجرام او على الخط الساخن قول لنا المكان فين ورقمه فين علشان يتم رفعه من الخدمه. حضرتك محدش يستغلك، ما تدفعش جنيه واحد على تذكره. دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ وليد، دي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. طبعا. إنك كمان أول حاجة تقدر إن أنت تتابع كإدارة مباريات
في النادي الاهلي الاماكن كلها ماشيه ازاي، وحركه البيع دي حاجه جميله جدا وحاجه صراحه تحسب لكم. انا قدامي حركه البيع على اللابتوب في البيت في المكتب في اي حته انا قاعد شايفها قدامي. نعم. حضرتك حركه التسليم بقى اونلاين مع فوري بلس كلها، بحيث اي مشكله انا اللي بقول لحضرتك انا من حقي كنادي اهلي ان انا اوقف الفرع ده، ان انا ما شغلوش المباراه اللي بعدها، ان التاجر لان حضرتك المهم في الثوري بياخد نسبه بس من التيكت، هو مش بيعملها لي مجانا. نعم. لا خالص، ده هو حضرتك بياخد مقابل، ولكن بالتالي برضه بتاع حضرتك لكن في منظومه كبيره جدا يا كابتن محمد. بس يا استاذ وليد تاني عشان ده موضوع مهم، لو اي مكان بيبيع التذكره بجنيه واحد زياده عن الثمن المحدد يبلغ حضراتكم عن طريق الفيسبوك او معلش حتى لو نعم استاذ وليد يا ريت بس ايه تقف في حته فيها شبكه لان الصوت مش واضح. طب انا واضح. الو تمام. يا فندم كده اتفضل. كده اتفضل يا فندم. حضرتك انا هو مش بيبيع حضرتك، انا بحط قصتي بختارها من اونلاين وبدفع قيمتها في فوري برضو عن طريق الاونلاين. نعم. لو انت بتدفع عن حضرتك 200 جنيه زياده تمام، غير الرساله اللي جات لك، بلغ حضرتك على عندنا على الصفحه الرئيسيه على الفيسبوك اللي هي اهلي فانز كارد، او على الخط الساخن بتاعنا، وده اكتر من خط وشغال كلهم. حضرتك انت كل الموضوع ما تدفعش اكتر من فئه ال 25 جنيه زياده، او من فئه ال 55 جنيه زياده، لان حضرتك الراجل اللي بيستلم الشركه وتمن قيمه التذكره، لان مش عاوز يعدي عن 50 جنيه، بيقول جمهور النادي الاهلي كبير، ولكن الاغلبيه منه طلبه، الاغلبيه منه الظروف برضو الماديه والاقتصاديه هي اللي بتحكم ثمن التذكره، فده بالظبط كده حضرتك وصلنا خدناها، بدانا مرحله من 5000 جنيه من 5000 مشجع يا كابتن محمد. ايوه. مباراه بيدافيس في استاد السلام، الحمد لله وصلنا ل 50000. لازم نحافظ كلنا على اللي احنا وصلنا له ده. ده اكيد. الامن بتاعنا بخير، الامن بتاعنا متجاوب جدا. لا والحمد لله، يعني احنا برضو كنا طلبنا لا احنا طلبنا كمان زياده الجمهور، والحمد لله ان تم الاستجابه، لان برضو يا استاذ وليد هو برضو الجمهور هو المحرك، هو المحرك الرئيسي. والسيد وزير الداخليه نعم مجدي عبد الغفار. نعم. واللواء عادل رشاد مساعد وزير الامن. الناس دي يا كابتن محمد اذا كنا بنرجع الجمهور فكان كل طلبهم اليه واضحه ومحترمه. نعم. النادي الاهلي بمجلس ادارته واداره التنفيذيه عملت الاليه المحترمه، الجمهور تجاوب، كله تفاعل مع بعضه للمنظر اللي حضرتك شايفه ده. ده اكيد. وطلع حضرتك الجديد ان شاء الله موضوع التدريبات اللي دايما بنلاقي منه مشاكل هيبقى الحضور باذن الله بعد موافقه الجهات الامنيه ومجلس الاداره وبطاقه الجمهور. المنظر اللي حضرتك شايفه ده هيبقى بطاقه الجمهور. يعني المنظر اللي انت شايفه ده جمهور النادي الاهلي هيتعمل له يبقى هيتعمل لجمهور بطاقه لحضور التمرين. لا مش هيتعمل له تاني، هي البطاقه ديت اللي هتبقى في التمرين. نعم. يعني بطاقه اهلاوي. بطاقه اهلاوي. دي تجهيز الملعب وبالشكل الامني والشكل اللي يستوعب الجمهور بالشكل الكبير اللي حضرتك شايفه، حضرتك برضو دي من خططنا ان احنا يحضر التدريب كنوع من التقدير على تعبه. تمام. ثمن التذكره اللي اتخفضت دي تقدير لجمهور النادي الاهلي برضو على التزامه. لا يا استاذ وليد، ده خدمه سبع نجوم والله. خدمه سبع نجوم كابتن محمد، ده خدمه سبع نجوم. يعني برضو احنا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر مجلس اداره النادي الاهلي، اولا ان انت بتدي اليات تسهل على المشجع، تقدر المشجع، نفس الشيء الحاجه ديت بتسهل للامن شغله، فانت حليت مشكله المنظومه، ده انت بتقدم للمسؤولين في الرياضه المصريه حل ليه مشكلة المنظومة في ازاي الجمهور يرجع مرة تانية. كابتن محمد حضرتك انت راجل معانا من البداية، مش بس مذيع حضرتك في قناة الاهلي، انت بتتابع عن قرب. افتكر كده لما كنت بتيجي حضرتك تشوف السيستم بنفسك. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. تيجي بنفسك تقول طب انتوا بتعملوا هنا ايه؟ طب لو الراجل ده ما بيعرفش كمبيوتر هيتعمل له ايه؟ طب لو بيعرف كمبيوتر هيتعمل له ايه؟ حضرتك النادي الاهلي بيقدم نموذج للمسؤولين في الدولة. إذا كنت حضرتك جدي بالشكل فعلا عودة الجماهير والأمن المحترم اللي مقدرنا
وخلى الجمهور يوصل ل 50,000، حضرتك السيستم ده قادر ان هو يوصلك ل 100,000 في المباراه، قادر ان النظام ده يبقى لكل الانديه المصريه. صدقني لازم كلنا، كل واحد عنده فكره لازم نشتغل عليها ولازم نستوعبها كويس جدا، لان حضرتك الكوره صناعه، والصناعه الاساس فيها متعه، هو رايح يمتع نفسه مش رايح ده حقيقي. وبعدين يا استاذ وليد برضو لا في نقطه مهمه جدا، يعني جمهور النادي الاهلي والمشهد اللي قدام المشاهدين دلوقتي في قناه النادي الاهلي، حضور التمرين قبل ماتش الترجي التونسي شفنا العائد الكبير، المردود الكبير، حضور الجمهور في ماتشات النادي الاهلي حتى امام الترجي هنا في مصر لما النادي الاهلي كان متاخر، الدعم والتشجيع كبير، جمهور النادي الاهلي ده فعلا هو حماه. بس عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن محمد، جمهور النادي الاهلي كان محتاج تواصل. نعم. تم التواصل. جمهور النادي الاهلي متواصل مع كل فئات جماهيره. بامر الله ان شاء الله الخطوه برضو الكويسه اللي حضرتك الامن يعني وافق لنا عليها، وانه يفتح الموحده شمال ب 20,000 تذكره، والوسط الملعب، وحضرتك الاولى شمال والاولى يمين، وتحديد مكان للنجم، فبتتكلم كده الفلكه بس بتاع الاستاد. نعم. حضرتك كده استخترت استاد برج العرب كله. الدور الاهم والاكبر على جمهور النادي الاهلي، اهم مرحله اللي جايه دي حضرتك مرحله التسليم الانفيتيشن والتذاكر، اللي رايح يستلم تذكرته هو حضرتك اللي حامل بطاقه جمهور النادي الاهلي، ولو مش معاك بطاقه جمهور النادي الاهلي روح حضرتك المنافس خميس وجمعه، هتلاقي حضرتك تذكرتك هتمضي عليها وتاخدها وانت واقف معزز مكرم. نعم. نقطه مهمه يا كابتن محمد، اتفضل حضرتك يا جمهور النادي الاهلي، امسك تذكره المباراه اقرا اللي مكتوب على ظهرها. حضرتك مش مجرد انك بتاخد التذكره، اللي مكتوب عليها بيقول لحضرتك الاهلي ملك ليك والاستاد ملك الدوله، الاهلي هو اللي بيدفع اي خسائر، تحافظ على مقعدك من فضلك، دي رساله مكتوبه. رساله مهمه جدا 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 يا استاذ وليد. طبعا استاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات من النادي الاهلي، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، اولا على المجهود، اولا على كمان المردود اللي حصل، ازاي النادي الاهلي بيقدم نموذج للمسؤولين في الرياضه المصريه، ازاي انت دلوقتي قادر ان انت تحصل على تذكرتك بطريقه ادميه، باسلوب محترم، باسلوب متحضر، احنا دلوقتي بنتكلم معاك على لغه العصر بالتكنولوجي، تقدر تحجز تذكرتك وتاخد تذكرتك وتستلمها من اقرب مكان ليك، نموذج مهم جدا جدا جدا، والاهم انك تقرا كمان اللي موجود على ظهر التذكره عشان تعرف ايه الواجبات اللي ليك وايه اللي عليك، لان برضو النادي الاهلي لو حصل اي تجاوز هو اللي بيدفع الثمن، وانت مش هترضى النادي اللي انت بتحبه يبقى متسبب في اي خسائر. صراحه نموذج مهم جدا، وفعلا فعلا فعلا مجهود يشكر عليه الكل في مجلس اداره النادي الاهلي وايضا اداره المباريات. هاخد حضراتكم من النادي الاهلي وهروح سريعا للمنتخب المصري اللي هيتوجه لغانا يوم 10 نوفمبر بعد قرار الجهاز الفني بقياده هيكتور كوبر انه يروح 10 نوفمبر لغانا عشان اللقاء الاخير في تصفيات كاس العالم. هو طبعا مش قرار، هو ده تحديد من غانا على الماتش، والجهاز الفني قال ان احنا نروح في 10 نوفمبر لتصفيات كاس العالم، اخر مباراه خلاص بفضل الله صعدنا، وده هيبقى بدايه المعسكر بقى الاعدادي لمصر في كاس العالم، لقاء غانا اللي جاي، ما نستهونش بقى وخلاص احنا صعدنا، لا ده بدايه ان انت هتقابل فريق قوي، فريق عايز يلعب كوره، عايز يثبت ان هو اقدر بان هو كان يوصل، وان انت ما كسبتوش كده هزوا في مصر، وعنده صار انت كسبته مرتين، مره في كاس الامم ومره في تصفيات كاس العالم، فيبقى ماتش مهم جدا. في نفس السياق ايضا هيكتور كوبر بيطلب ثلاث مباريات وديه في بدايه 2018، والكابتن ايهاب لهيطه مدير المنتخب قال ان احنا بنسعى لاقامه مباريات وديه في هذه الفتره حتى يستطيع الجهاز الفني منح الفرصه لبعض اللاعبين، وهنخش معسكر مغلق في الشهر الاخير قبل كاس العالم، وهذه الوديات لسه هيتحدد اطرافها طبعا عقب اجراء القرعه، وده كنت لسه هقوله، لازم يشوفوا القرعه رايحه فين، انهي نوعيه من المدارس اللي احنا هنلعبها، طريقه المنتخبات دي ايه في كره القدم، من الاخر كده بيلعبوا انهي نوع من انواع الكوره. الكلمه ديت هيفهمها المدربين، ولكن عشان اقولها للجماهير، يعني طريقه اللعب هتلاعب فرقه من جنوب مثلا امريكا الجنوبيه ليهم اسلوب لعب، بيحبوا يلعبوا كره مهاريه، بيلعبوا كره مفتوحه، هتلاعب فرقه من اوروبا، هتلاعب فرقه منظمه ليها، طبعا هتلاعب البرتغال ليها اسلوب لعب، هتلاعب المانيا ليها اسلوب لعب، فبتنقي فرقه قريبه منها، يعني مثلا لو انا هلاعب كولومبيا ممكن اواجه فرقه زي اوروجواي قريبه من نفس الطريقه، ولا ممكن الاعب الاكوادور، ممكن الاعب ودي،
بنفس الطريقه ونفس الاسلوب الاداء، هلاعب مثلا فرقه زي المانيا اروح الاعب مثلا منتخب هولندا قريب او منتخب اسبانيا قريب، الاثنين بيستفادوا. نفس الشيء الفرق كمان اللي هيبقى معاها فرق من شمال افريقيا هتبقى طالبه انها تلاعبك عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي وتتعرف على طرق اللعب. دي حاجات مهمه جدا قبل ما نروح كاس العالم. كل التوفيق لمنتخبنا في رحلته وفي تصفيات كاس العالم. اخد حضراتكم لموضوع بقى مهم جدا وهو ديربي الغضب، ديربي لمادونينا، ديربي الميلان او الانتر والميلان، انتر ميلان والميلان، وفريق الانتر بيحقق فوز صعب على فريق اي سي ميلان بثلاث اهداف مقابل هدفين. واسباليتي مع الانتر الصراحه هذا الموسم بيقدم حاجه جديده جدا لما يفعلها مع اس روما، فريق الانتر حتى الان فريق لم يهزم في مسابقه الدوري الايطالي، وفوزه على الميلان ده بطوله خاصه ما لهاش علاقه بالدوري. كان موري ايكاردي احرز هاتريك في هذا اللقاء في الدقيقه 28 والدقيقه 63 والدقيقه 90، واخر هدف كان جاء من ضربه جزاء. وفريق الميلان كان احرز كل من سوسو واندانوفيتش، من طبعا من كان برضه سوسو اللي لاعب الكره ولكن احتسبت على اندانوفيتش خطا في مرماه. كان بدايه تسجيل الميلان في الدقيقه 56 وفي الدقيقه 81. ده ملعب السان سيرو اللي بيتقسم بيبقى اسمه جوزيبي مياتزا مع الانتر، عشان هما بيتقاسموا حتى الان في ايطاليا. الميلان ما عندوش ملعب منفصل والانتر ما عندوش ملعب منفصل، على فكره هما الاثنين كانوا فريق واحد، ولكن في بدايه ما انشئ فريق الاي سي ميلان كان الفريق ما بيأديش بشكل كويس، ففي حد من اعضاء مجلس الاداره وهو عائله موراتي، العيله اللي هي بتاعت البترول اللي كانت مالكه للانتر، ودلوقتي الاثنين معاهم نفس المصير، ده مالك صيني وده مالك صيني. واحد منهم فكر ان هو يجيب لعيبه اجانب، فتم الرفض من المجلس الاداره اللي في الميلان، فقال له طب احنا هنعمل نادي منفصل اسمه الانترناسيونالي او النادي الدولي. عشان كده حتى الانتر على مدار تاريخه ابرز نجومه مش طليان، هتلاقيهم كلهم اجانب، عكس نادي الميلان هتلاقي رموزه واحد زي باولو مالديني، واحد زي اللاعب فرانكو باريزي، واحد زي روبرتو باجو، كل دول نجوم لعبوا في الميلان، ولكن الانتر دايما هتلاقي ابرز نجومه اجانب، وده اللي خلى هذا الديربي يبقى ديربي من نوع خاص. وادي ايكاردي بعد احتفاله، هنا الانتر وصل ل 25 نقطة في المركز الأول وبينافس نابولي، وميلان عنده 12 نقطة في المركز العاشر، ومونتيلا يحتاج إلى دراسة مهمة جدا. هاخد مع حضراتكم سريعا نتائج الدوري الإنجليزي اللي حصلت النهاردة. برايتون سيتي برايتون يتعادل مع ايفرتون 1-1، وده حاجة من اللي بتحسب للدوري الإنجليزي، إنك ما تعرفش مين هيكسب، ودي حاجة من الحاجات المهمة، الكل يلعب إلى الفوز. برايتون صراحة يحقق تعادل مستحق أمام نادي إيفرتون، ووين روني بيكمل في وصوله إلى رقم ألان شيرر في الأكثر تهديفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، هو المركز الثاني وبينافس. صراحة برايتون تقدم في الدقيقة 82 عن طريق كونكرت، وكان صراحة هدف جميل، وفي الدقيقة 90 وين روني خد ضربة جزاء، والمباراة كانت ممتعة جدا جدا. نفس الشيء ساوثهامبتون بيلاعب نيوكاسل، ساوثهامبتون بيتعادلوا 2-2، مانويل جاباديني بيحرز هدفين، مانولو جاباديني اللاعب الايطالي في الدقيقه 49 في الدقيقه 75، وكان نيوكاسل مع اسحاق هايدن اللي احرز في الدقيقه 20، وايضا ايوزي اللاعب المكسيكي في الدقيقه 51. امبارح كان نجمنا محمد صلاح في مواجهه امام مانشستر يونايتد وليفربول، ومانشستر يونايتد في ملعب الانفيلد بارك في ليفربول، وتعادل بدون اهداف. صراحه محمد صلاح كان من افضل لاعبي ليفربول في هذا اللقاء، وكان له افضل اكتر من تسديده وله اكتر من محاوله، وتعب كتير دارميان زي ما دارميان حاول يتعب صلاح، لكن صلاح ابتدى يخش في مرحله انه هو ما بيتمسكش، يعني كان له فرص كتيره، دي واحده منهم بالراس، وكان غير موفق في واحده حتى لعبها بشماله كده جنب ديخيه، وديخيه هو من يعني رجل المباراه مان اوف ذا ماتش، بيبين حتى الان نقاط استفهام. مورينيو لم يخسر من ليفربول، ولكن بالامكانيات اللي موجوده في فريق مانشستر يونايتد لم يقدم المردود، ومانشستر سيتي الان يتفوق على
مانشستر يونايتد بفارق نقطتين بعد السباعيه امام ستوك سيتي 7-2 في لقاء شارك فيه رمضان صبحي كبديل، ولكن ظلم كثيرا لان السيتي هذا الموسم لا يرحم في الدوري الانجليزي. وبيب جوارديولا ومواجهته مع مورينيو هي اللي هتحدد الى اين سيتجه الدوري الانجليزي. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.